يلا زقي كمان. مش قادرة دكتور. مين قال كده؟ لازم تقاومي، انت ست قوية ولازم تقاومي المرض. تفتكر ان انا ممكن اخف يا دكتور؟ طبعا ان شاء الله، بس انت لازم تداومي على التمارين دي، وانت ان شاء الله كل جلسة هتحس ان انت احسن من اللي قبلها. انا عشان كده عاوزاك تيجي كل يوم عشان اقوم اخف بسرعة. ما انت ان شاء الله هتخف بسرعة، بس كل حاجة وليها قوانينها، وانا على الاقل في المرحلة دي مش عاوز اجد عضلاتك او احملها فوق طاقتها. حملها يا دكتور، انا طول عمري حملت الاسية. او النبي يا حبيبتي، ربنا يقومك بالسلامة. طب يلا زقي، عاوزين بقى نشوف القدرة على التحمل بس بشكل عملي. يلا زقي كمان. خلي بالك احنا هنعمل لسه التمرينات دي على رجلك. حاضر يا دكتور. خلي بالك معانا يا حاجة، عشان انا هخليكي تعملي لها التمرينات دي لما اكون انا مش موجود. انا اعمل اي حاجة بس هي تقوم لنا بالسلام. يعني انت مصمم برضو يا دكتور انك ما جيش كل يوم؟ ما تخافيش يا زيت سرية، انا لما الاقيكي محتاجة جلسة او حالة عضلاتك تسمح اجيلك، اوعدك. بس انت نفذي تعليماتي وانت هتشوفي النتيجة. ربنا يبارك لك يا دكتور ويجعل الشفاء على ايديك يا رب. يا رب. وهي من ساعة ما عملت الجلسة يا قلبي وهي رايحة في سبع نوم. ربنا يجعل في ايده الشفاء ده. امين يا رب العالمين. بس انا مون عيني بقى ان هي تخف قبل ما حسام يرجع من بره. لحسام ده مسكين هيتخض على امه، ومهما كان الخضة وحشة. عندك حق يا ديدا، ربنا يشفيها يا رب ويرجع حسام بالسلامة. بقول لك يا ست نبيلة، يعني انا كنت عاوزة اقول لك على حاجة بس انا خايفة يعني لا تزعلي. لا يا ديدا، قولي كل اللي في نفسك، انا عمري ما بزعل منك ابدا. ربنا يسعدك يا رب. اصل الحقيقة يعني انا كنت خايفة اقول لك ولا ما اقول لكيش، لكن بقى اخيرا قلت لازم اقول لك واعرفك، يعني علشان زي ما قلنا دلوقتي الخضة وحشة. خضة ايه ديدا؟ انت كده قلقتيني. اصل بصراحة كده الست اللي اتجوزها سحسام، ما هو يعني انتوا عرفتوا هي مين يا ديدا؟ لا ما عرفناش، وهنعرف منين؟ ده هو يا اختي عرفها في بلاد بره، يعني هنعرفها ازاي؟ عمر في ايه؟ اصل سي حسام يعني اتصل وقال انها حامل. ايوه يا ديدا ما انا عارفه، ربنا يتمم لها بخير يا رب ويقومها بالسلامه. لا بقى انا احترت في امرك يا ست نبيله. ولا تحتاري ولا حاجه يا ديدا، حسام ده زي اخويا بالظبط. اخوكي؟ كلام ايه اللي انت بتقوليه ده يا ست نبيله؟ عيب عيب عليكي يا حبيبتي السنه اللي انتوا قضيتوها انتوا الاثنين تحت سقف واحد. تعالي بس يا ديدا، اهدي تعالي. انت واقفه ليه؟ مش بتقولي ان ماما نامت؟ طيب ادي قاعده اهي. بس انت بقى تقولي لي ايه حكايه اخوكي دي اللي انت بتقوليها دلوقتي؟ لحسن انا خلاص عقلي شت. لا ولا عقلك شت ولا حاجه يا ستي، انا وحسام اتجوزنا عشان نرضي ماما مش اكتر، وعشان حسام يكمل تعليمه وانا اقدر اربي ولادي، لا اكتر ولا اقل، يعني جوازة مصلحة. ومن اول يوم اتجوزنا فيه واحنا متفقين ان احنا نعيش تحت سقف واحد اخوات، وان جوازنا ده يبقى على الورق وبس. فهمتي بقى يا ديدا؟ يا نهار ابيض، عشان كده يا اختي ما زعلتيش لما عرفت انه اتجوز؟ طب ما هو بما ان العلاقة بين مامتك ونبيلة بقت كويسة، يبقى استمرار جوازكم ده ملوش اي مبرر. ستي مش لما نبقى ننزل مصر نبقى نشوف الموضوع ده؟ يعني حتى لو افترضنا ان استمرار الموضوع ده ملوش اي معنى، هعمل ايه وانا هنا؟ انا ما بقولكش تعمل حاجه، انا بتناقش معاك يا ستي، وانا مقتنع برايك جدا، بس في نفس الوقت انا ما اقدرش اخد القرار ده لوحدي، لازم نبيله تشاركني فيه. انت عارفه ان نبيله دلوقتي بقت هي الوحيده المتضرره من افعال ماما، انما انا خلاص هربت من عنق الزجاجه اللي كنت محبوس فيه. عندك حق يا حبيبي، خلاص يبقى احنا نستنى بقى لما ننزل مصر ونشوف الوضع عامل ازاي، وعلى اساسه تقدر تتصرف. ماشي، بس انا بقى ليه عندك طلب؟ عشان خاطر بلاش تحسسي نبيله انك انت متضايقه من استمرار الوضع ده، لان انت عارفه نبيله واخده المساله ببساطه وبعشم وباخويه، لو انت حسستيها بده ممكن تطلب الطلاق حتى لو كان هيجرى لها ايه. معقوله يا حسام اللي انت بتقوله ده؟ انت ما تعرفش غلاوتها عندي ولا ايه؟ انا مش ممكن افكر اذي مشاعرها ابدا، انا عارفه هي قد ايه انسانه حساسه ورقيقه. ربنا يخليكي ليا وحالبي. طيب انا هقوم بقى اعمل شاي لغايه لما تخلصي اكل. لا يا حبيبي انا خلصت خلاص. ايه ده خلصتي؟ طب انت لا لا هاتي. خليك انت خليك انت. اخليني ده ايه؟ انت اللي تخليكي وتقعدي مستريحه 100 فل و14 وكل طلباتك اوامر. ربنا ما يحرمنيش منك.
اجمد كده وانشف، واوعى تخاف لو هدوا فيك. هم اللي صباحهم تحت درسك، دفعوا حتى تستر بنتهم، ما دفعوش ذنبهم على جنبهم. انا مش قادر اصدق صبر. معقوله؟ معقوله كلها كام يوم وابقى من اصحاب الالفات؟ مش ممكن يا اخي. عين عليك برد يا عم، بس اوعى تنسى اخوك صابر. معقوله يا صابر انا انساك برضو؟ ده انت اللي فتحت لي ابواب السعد والهنا كلها يا جدع. اهم حاجه يبقى قلبك جامد. هم ما فيش معاهم حاجه ضدك، انت تقعد كده وتحط رجل على رجل ومناخيرك فوق في السماء. ماشي يا صبور، اشوف وشك بخير بقى يا حبيبي. بس انا عارف انك مش هترجع تاني، بس انا هبقى اجيلك. طبعا يا صابر، بيتي هو بيتك يا جدع، وديك معاك تليفون عادي، اول ما تعوزني تكلمني على طول. كام؟ 20,000 جنيه. لا طبعا لا يمكن يا نبيلة. تأكدي انهم هيرجعوا لك في ظرف ايام. مستحيل، دي مش فلوسي، دي امانة وربنا يقدرني حافظ عليها. يا بنتي دول سلف وهنرجعهم لك على طول. مش من حقي يا عم اتصرف في مال مش مالي، ولا حتى سلف منه، ما اقدرش. خلاص شوفي طريقة تقولي بيها للست ام رياض، وبعدين ما اظنش يعني ان هي هترفض الحل ده عشان خلاص بنتها. القضية مش قضية انها ترفض او تقبل. امال ايه هي القضية؟ اني ما اقدرش اوصل لها ان حكاية بنتها بقت ملعبكة بالشكل ده. طب وبعدين؟ مفيش حاجة هتخلص منال من ايد البني ادم ده وفي نفس الوقت نعرف نأدبه ونربيه الا ان الفلوس تكون تحت ايدينا. ما تضغطش عليا يا احمد، الفلوس دي مش فلوسي، وانا مفيش في ايدي حاجة، ولو في ايدي حاجة مش هتأخر اني اعملها عشان اخلص منال من مشكلتها، وانت عارف ده كويس. احنا عارفين ومتأكدين من ده. انا عندي حل كويس. ايه هو؟ انا عندي شوية ذهب كان رياض الله يرحمه كان جايبهم لي. انا ممكن يا عمي. لا يا بنتي، اهو ده اللي لا يمكن اوافق عليه. خلاص يا جماعه انا هحاول اتصرف. لا يا احمد، الدور عليا انا، انا اللي لازم اتصرف، لازم. فاطمه يا فاطمه نبيله انتوا يا ناس لينا. ايوه ايه يا حبيبتي؟ فين يا بنتي؟ عماله بن على حد. احنا هنا اهو يا خير يا ماما. ايه يا بنتي عماله بندها عليكم؟ مفيش حد عايز يرد عليا ليه؟ معلش يا ماما انا هنا اهو معاكي. عايزه ايه يا حبيبتي؟ فين نبيله وفاطمه؟ نبيله لسه راجعه من المعرض وبتسلم على اولادها، ودادا فاطمه واقفه في المطبخ بتحضر العشاء. طب روح حبيبتي انداهم لي. ليه يا ماما؟ عايزه ايه يا حبيبتي؟ اطلبي مني اللي انت عايزاه. ماما انت ما بقيتيش بتطلبي مني حاجه خالص. والنبي يا ماما عايزه ايه؟ قولي لي. قولي لي انت، الواد اللي اتجوزتيه مش هتوريهوني؟ اه طبعا هوريهولك. مالك يا حبيبتي؟ ما سالتك اتلبختي ليه؟ انا لا ابدا ما اتلبختش ولا حاجه. طب منين يا حبيبتي؟ ايه هو هرب؟ هرب؟ لا ابدا يا ماما، مين اللي قال كده بس؟ طب منين يا حبيبتي؟ انا امك يعني. انا عايزه افهم انتوا ليه عايزين تحسسوني ان انا غريبه في البيت ده؟ مبقاش ليا لازمه. مبقاش ليكي لازمه ازاي بس يا امي؟ والنبي ما تقولي كده، ازاي تحسي بكده؟ ده احنا ملناش غيرك. هي بس كل الحكايه ان احنا ما بنحبش نشيلك هم حاجه، وانت تعبانه ومش مستحمله. طب يا منال لو عاوزه طمنيني عشان خاطر حبيبتي، ريحي قلبي قولي لي. اصلي بصراحه طلبت الطلاق. طلاق احسن والله يا ماما. انت عارفه ده بابا راح سال عليه، طلع لا غني ولا حاجه ولا بالمستوى اللي كان واهمني بيه، يعني مش زي اللي احنا كنا عايزينه خالص. وبعدين انا خلاص الحمل نزل، يعني ما بقاش في حاجه تربطني بيه. احسن بقى اني اركز لمستقبلي ودراستي واخد واحد يستاهلني، مش كده يا ست الكل؟ مظبوط. انت اتضايقتي من كلامي صح؟ مش هو ده كلامك ليا؟ مش انتي اللي كنتي دايما تقولي لي لازم تاخدي واحد غني وابن ناس وستايل ويستهلك؟ كنت غلطانه. اهلا وسهلا يا 300 مرحبا، ده البيت نور. يا ترى ام رياض صاحيه ولا نايمه؟ صاحيه ومعاها منال كمان. طب لو سمحت اديها خبر اني عايز اقف كلمتين. حاضر من عينيا. يوسف هنا؟ بابا هنا؟ أي
ايوه وعاوز يقعد معاكم شويه. يا ميت اهلا وسهلا، خليه يتفضل. حاضر. ولا زمان يا يوسف. اتفضل يا استاذ يوسف، اتفضل اتفضل. شكرا يا فاطمه، ده بيتك ومطرحك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا بابا، وحشتني قوي، انا مش مصدق انك هنا. ازيك انت؟ الحمد لله. عامله ايه دلوقتي يا مريات؟ نحمد ربنا على كل اللي يجيبه، الف حمد وشكر. كنت عايزك في كلمتين كده على انفراد. ده انس وتنور، اتفضل. فاطمه هاتي حاجه ساقعه ولا عصير. حاضر. انا عارفه القهوه بيشربها ايه. خطوه عزيزه يا ابو رياض، اتفضل. سيبينا دلوقتي يا منال. حاضر يا بابا، على اذنكم. خير يا ابو رياض؟ طمني، وحشتني. اطمني، بس اللي انا هقوله لك ده مش عايزه يزعلك وانت في الحاله دي. لا انا مش عاوز ازعل تاني، انا عايز ارجع اقف على رجلي، مش عاوز ازعل. ان شاء الله تخفي وتقومي بالسلامه. يا رب. طبعا انت عارفه حكايه الولد اللي كان متجوز او اللي متجوز منال. قالت لي يا اخويا، وقالت لي انها طالبه الطلاق منه. هي قالت لك كده؟ ايوه. طيب انا هقول لك ايه الحكايه بالظبط عشان عايزك توافقي.